أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة تستعد لافتتاح 300 مسجد جديد بجميع المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف القيام بدورها في التوعية الدينية السليمة ومواجهة الأفكار المتطرفة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمسجد الزعيم أحمد عرابي بقرية هريا رزنة بالزقازيق بحضور اللواء سعيد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية. من جانبهم ثمن أهالي الشرقية اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة المساجد ونشر الفكر الوسطي المستنير.